السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هتكلم فيه معاكم عن الهدايا بتاعة المسابقة اللي فاتت. بما ان في ناس شككت ان انا هوزع هدايا اصلا من في حاجة، انا النهاردة الحمد لله استلمت الهدية. ادي اول برواز وده تاني برواز اهو موجودين، وهغلفهم معاكم دلوقتي، وكمان هصور لكم لما اروح اسلمهم لشركة الشحن عشان يوصلوا للفايزين. كلمتين بسرعة بس، الهدايا دي يا جماعة هاند ميد، يعني انا اللي مصممة التصميمات دي وطبعتها بره وعملتها على الخشب بره زي ما انتم شايفين كده، وببعتها للناس، وهبعت لهم معاها كمان هدية خاصة جواب ليهم هم. فاستنوا لحد اخر الفيديو عشان تشوفوا بقى الحاجات. دلوقتي هلف الهدايا، انا عندي هنا بابلز، هلف هنا الهدايا في البابلز دي، وعندي هنا الجوابات اللي انا كاتباها لهم، ودي الهدايا هبدأ ألفهم دلوقتي. الفايزين الف مبروك عليكم. ادي البوليسه بتاعت الشحن، انا هبعت لكم دلوقتي في المسجز الارقام البوليسه عشان تقدروا تتابعوها. اتمنى انكم تكونوا مبسوطين بالهديه، واتمنى ان اي حد تاني يتابعني عشان ان شاء الله في هدايا كتير ومسابقات كتيره جدا جايه في الطريق. وده كان فيديو انتوا طلبتوه مني على الانستجرام ان انا اصور لكم الهدايا وهي رايحه للناس، وعلشان ما اتاخرش عليكم صورت بس الهدايا وانا بوصلها لحد البريد عشان تتبعت. فلو المتسابقين او اللي فايزين حابين ممكن يشاركونا الهدايا لما توصل لهم، هكون مبسوطه جدا، وهحطها على الفيسبوك علشان الناس كلها تعرف ان انتوا هداياكم وصلتكم، وكمان تقولي رايكم فيها. وبس، ده كان فيديو النهارده، فيديو كان سريع كده شويه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.